كيفك؟ منيحة. شو هاد؟ قائمة زباين لفنادق الخمس نجوم، المدير طلبها مني. هاتي لشوف. المدير اللي أعطيها للمفتش موسى. موسى عنده شغل أنا بشوفها. ألو؟ لا هو مو هون هلا. أهلا وسهلا. قليلي في شي خبر أنا ما عرفت فيه لسه؟ لا ما في ولا خبر، بس كنت عم أتأكد من سجل المجرمين السابقين. معقول يخطفوا أولاد ليشغلوهم عند المافيا؟ كأنه هالخبر مهم. لا بنوب مو مهم، أنت لا تشغل بالك. شبك مو شايف؟ بعتذر ما صار شي. لا تواخذيني، خليني ساعدك. خلص اترك روح. خلص ماشي أحلام، شبكي؟ يا ريت ما بقى تطلع بوشي. منقدر نحكي شوي؟ عفكرة ما ضل شي نحكي فيه. تمام، حتى لو كنا ما رح نلتقي لا تنهي الموضوع بهالطريقة. بشو بدنا نحكي مجد؟ فيك تقلي كيف بدي صدقك مرة تانية؟ اسمعيني يا أحلام، لا تعملي هيك. ترك إيدي وروح. شو عم بيصير؟ ولا شي سيدي. لا لا ما في شي. أي شي بتحكيه رح تأذي لكرم. شو صاير؟ ها؟ طيب ممكن تاخده لهالشاب من وشي لو سمحت؟ مجد انت شو عم تعمل؟ كنت جاي من هون ومخي شارد ما انتبهت الا ضربت فيها وكنت عم اعتذر منها. طيب ماشي يلا روح على شغلك. بأمرك سيدي. شو هدول الوراق؟ شوية وراق مهمة انت لا تشغل بالك فيهن اخي. هاي قائمة باسماء زوار الفنادق. اها انا كنت ناطرة. ارتاح انت، اعطوني اياها الي على اساس رح لاقيه بالقائمة. بدنا نلاقيه من بين هالقوائم. شو هالمهمة الحماسية؟ هاد شو عم يعمل؟ عم يشوف قوائم الأسماء. ليك هون في واحد اسمه نائل كوتش، هالزلم استأجر جناح كامل وثلاث غرف كبار كمان. ايه تخيل لو كنت تحسين، تعرف شو كنت بساوي؟ بحجز جناح ملكي إلي وثلاث غرف إضافية لرجالي. بأي فندق؟ يلا بسرعة، خلينا نروح ونتأكد. أخي بتعرف وين راح موسى؟ لا والله ما بعرف، طلع هو أصلاً وكانوا مستعجلين. طيب
وين أحلى؟ طلعت من شوي. شكرا. مستحيل انساك يا قصي، رح يجي يوم ولاقيك فيها واطي.